بتعرفوا انه في كل مره بتدوروا على اشي في جوجل او بتفتحوا الجيميل تبعكم بيشتغلوا الالجوريثم اللي ممكن انا كنت شريك بتطويرها؟ مرحبا، انا عمر اطرش من دبوري، مهندس في جوجل. كيف وصلت لهناك؟ بدايه الطريق كانت عند الاستاذ دياب، استاذي في المرحله الاعداديه، هو اللي خلاني احب الرياضيات وخلاني اقتنع اني له مستقبل بالمجال. الظاهر كان معاه حق. لما خلصت مدرسه ثانويه سجلت للسنه التحضيريه في نوع شباب عربي متفوق في التخنيوم، بذلت مجهود كبير في دراسة الرياضيات، خلصت بامتياز واخذت منحة دراسية اللي خلتني أتعلم في كلية علوم الحاسوب بدون ما أدفع القسط الدراسي. بدكوا الحقيقة، الإشي ما كانش سهل. مستوى تعليم الرياضيات في التخنيون كثير عالي، فضل التعب والمواظبة قوة الإرادة خلصت تعليمي بنجاح. بعد كثير محاولات فاشل القبول في شركات الهايتك الكبيرة مثل انتل ومايكروسوفت، وما شفت حالي إلا مهندس في جوجل. شو أنا بعمل بجوجل؟ شو علاقة الإشي بالرياضيات التطبيقية؟ راح أحكي لكم عن هذا الإشي بالفيديو الجاي.